كوارث لا يكاد يظهر لها آخر. بالتقسيط تتوالى المآسي على اليمنيين، فمن الحرب وأهوالها الممتدة على مسافة أكثر من عامين إلى أمراض بادت ثم عادت في زمن الميليشيا كالكوليرا التي تهدد حياة عشرات الآلاف من اليمنيين في عدد من المحافظات، وأخيرا المشكلة المزمنة التي تبدو وكأن لا علاج لها، الفشل الكلوي ومرضاه. الحديدة المحافظة التي تشهد صيفا أشد سخونة من كل الأعوام السابقة، على خلفية العملية العسكرية التي تلوح بها الحكومة الشرعية والتحالف والجدل السياسي الذي لا تزال تخلف هذه العملية، تبقى المحافظة أيضا محط الأنظار على الدوام لما تمثله من حالة إنسانية تتفاقم كل يوم وتتسع تفاصيلها. مرضى الفشل الكلوي تفصيل جديد في أزمة إنسانية لا تلبث أن تتحول إلى مأساة في الحديدة، مع مخاوف من توقف مركز الغسيل الكلوي عن العمل، وهو ما من شأنه تهديد حياة مئات المرضى بينهم أطفال ونساء كما تفيد المصادر الطبية. المصدر الطبي قال إن توقف المركز يهدد حياة أكثر من 600 مريض معظمهم من الأطفال والنساء والعجزة بالموت المؤكد ما لم يتم تدارك الكارثة، محملا سلطات الانقلاب المسؤولية عن حياة هؤلاء، فيما لا يبدو أن سلطة كهذا ستكترث لمصير هؤلاء المرضى الذين يعانون وجعا على وجع.